ما أحلى المغرب، ما أحلى المغرب، ما أحلى المغرب. كو سي جولي، كو سي فانتاستيك، كو سي مانيفيك، كو سي كالم. والله غير المغرب هذا، بالله كتحس بلي كنكذب عليه كله. موروكو موروكو It's time. It's time to wake up. You are in Morocco. Yeah. Everything is fine. We have a nice king, a wise king. So much lucky to be Moroccan. So much lucky to have a king. So much lucky to have a nice, wise king. Hello, my friend. Hello. شوف هاد لي فيديو هادو صراحة سا باغل. إيوا دابا راه شحال راه دابا 10 10 هي 22 52 مينيت 11 و 52 ثانية استاديغ العشرة 22 52 مينيت 10 و 52 10 ديال الليلة night by night. Si. Mira. Fantastico. Mira. Ay, what's a nice land. اضحك يا صاحبي، اضحك. مالك يا صاحبي، اضحك. المغرب دابور، لو ماروك دابور. لو ماروك كي نكونوا حلينا كاع المشاكل تاعنا، ما يبقى عندنا لا بروبليم لا والو، ديك الساعه نشوفوا حاجه اخرى. داكور، اول حاجه نصوبوا بلادنا، نوليو قوه، ما تبقاش عندنا التبعيه، تولي عندنا لوتونومي فينونسيير ماتيريال بوليتيك ديبلوماتيك تكنولوجيك سيونتيفيك، نكونوا حنا واعرين، عاد ديك الساعه نشوفوا حاجه اخرى. ذاتس اوكي، ثانك يو ماي براذرز. شوف اخويا، شوف والله العظيم الا كندوي معاك من المعقول، والله في هاد البلاد اللي يخدم والله ما يندم، اللي يخدم والله ما يندم، واللي يقرا والله العظيم، والله اللي يقرا بالله العظيم الا يدير الاسره ويدير العائله ويدير لا سيتياسيون ديالو يولي لاباس عليه، غير يقرا والله ما تبقى تفكر لا في غربه ولا تخرج من بلادك ولا والو. الا نجحتي ويلي راه تعيش في النعيم. شتي هنا اللي قارين بزاف واللي صبروا مع القرايه والحفاظه والفهامه وخدموا وتابروا ليل ونهار وصبروا، واخا الفقر واخا اي حاجه صبر ليها والله غادي تخلص في الاخر. بالله يفات غي كومبونسي، ياخذ الجزاء ديالو. شنو هو حياه النعيمه في المغرب؟ حياه النعيم، ولكن الا ما قراش وما تعلم لا حرفه لا والو، ما ينتظره الا حياه الجحيم على الارض. دونك انا كنعطيك شي حاجه رسميه، انا ما نقولكش انايا لا راه الدوله خصها تعطيك ودير لك وغادي، واخا ما تنجحش، واخا ما تنجحش الدوله تعطيك، ما عندها ما تعطيك الدوله كاع ما تيق، ولا تقول هاد الحكومه الجايه غتعطيني، ولا هادي ديال هاد فلان تعطيني، ولا البروشين زيليكسيون البرلمان الجاي ان شاء الله غادي يديروا لنا، لا والو. من ديبار اخويا انش على كبالتك واحفر على 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 البطاطا ديالك، البطاطا القصبيه، البطاطا المحفورة. وحنا رحنا في حرب، نو سوم اون كار، لارجيري نوزا امبوزي اون كار معلم، الجزائر فرضت علينا واحد الحرب اللي هي خلينا من 63 و 60 و 73 و 94، هادو المسائل اللي دارت لنا الحرب ديال بصح من 75 اصاحبي، 75 دارت لك دولة، عرفتي باش تمول دولة ودير لها رئيس ووزراء ودير لها مدن خياليه داخله سمارات فاريتي المحبس، دير لها راه ماشي سهله، وتمولها راه الملايير كتخسر عليها باش تخربك، وسكنت لهم في الاذهان ديالهم على ان راهم في الداخله وراهم في سماره وراهم في العيون وراهم، وهما راهم غير في تندوف، ولكن كتربيهم كدير لهم لافاج سيرفو
التجين باش يعتقدوا ان لهم دوله وهالمدن ديالها وكدير لهم الميموار كتصاوب لهم ان ميموار. وهادشي راه كيبان لك تفليا، راه واقع، راه واقع. كيعيش مدينه الداخله في تندوف وكيعيش في العيون في تندوف، كيعيش سماره في تندوف، كيعيش في تفاريتي في تندوف، كيعيش المحبس في تندوف، وجميع المدن الصحراء ديال الغربيه المغربيه كيعيش فيهم باش يبقى يامن انه عنده دوله واخا فيرتيال باش غدا يضرب عليها ويتقاتل معاك. سمعت؟ عاد خلي لا باش تربو ديال لا بوبيلاسيون الجيريان 50 عام هما كيقريهم على ان الصحراء ماشي مغربيه، على ان الصحراء ديال جمهوريه، على ان الصحراء المغرب دالها بلادها، انها كانت كتحرر فيها حررها وخذوها لهم المغرب، وان المغرب مسيطر عليهم، وان المغرب دوله استعماريه، وان الملك طاغوت واخطبوط، وان المغاربه الا مشيتي توليتي تابع للمغاربه في الصحراء المغربيه الغربيه كتولي انت يا عبد من العبيد اللي كيبوسوا للدين. من الاحسن تكون ما تبوش للدين، تكون عندك جمهوريه ديالك، هذيك راه ملكيه. وكيردو يحلم بالجمهوريه على انها هي الحريه وهي كل شيء، ما فيهاش بوسه للدين، ما فيهاش العبوديه، وكيصور ليه العكس في المملكه على ان المملكه راه فيها الحقره وفيها الاهانه وفيها بوسه للدين وفيها، وما كيقول ليه زعما راه كاين هذيك البوسه للدين راه داخله في التقاليد والاعراف 13 القرن ديال الولاء وديال البيعه الملك المغرب، وعندهم في الاصول احترام الشرفاء، احترام الاولياء، احترام الاباء، احترام في هذاك البوسن للدين. لا، هما كيقولوا لا راه عبوديه، يركعون الى 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 انسان من غير الله، ان الملك مسيطر عليهم واللي ما ركع ليهش غادي يمشي للحبس. هادشي راه كيقريوه لهم معلم 50 عام هما كيقريوهم هادشي، حتى 60 عام هما يقريوهم هادشي، وماشي انت اللي غادي غادي تقنعو، انت اللي غتقنعو تقول ليه لا صاحبي هذيك الشيء راه عندنا بيعه والصحراء راها مغربيه وراه كذبوا عليكم وراه جي لبلادك وعيش بخير وراه هادي. لا، انت عندك جوج لقاءات ولا ثلاثه ولا عام ديال التيك توك وراه خاضع ل 50 عام ديال لافاج سيرفو، 50 عام ديال التدجين، وعاد كيدجن وليداته، طلعهم مدجنين، الاولاد ديالو كاملين مدجنين صغار، ابارتيغ من اللي يحيد الرضاعه من فمو ولا الرضاعه منا والمروك المروك المروك منا، ولا يكون في الكرش كاع في الكرش وكيسمع المروك 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 المروك. صهيون صهيون صهيون، تطبيع 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 تطبيع، استولي لي استولي لي استولي لي استولي، بوسه للدين بوسه للدين بوسه للدين، زطله 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 زطله، خميسات 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 خميسات، ويبقى يسمع هذا الشيء. ازولاي 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 ازولاي، لقجع 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 لقجع، كولاسل كولاسل كولاسل، يبقى يسمع غير هادشي. كيطلع حتى هو من صغرو حاقد على المغرب، ما شاف المغرب، ما عاش في المغرب، ما عارف المغرب، وما يمكنش انت غتقنعو مجرد تلاقى معاه في تيك توك ولا سير يوتيوب ولا فيسبوك تقول لي راه كذبوا عليك. هو خاسرين عليه 50 عام باش خسروا عليه فلوس واساتذه وتعليم واعلام، وزارة الثقافة، وزارة التعليم، وزارة الداخلية، وعاد خلي الهبات والفلوس، وتجي انت اليوم بوالو بغيتي ترديه مغربي آمن بالمغرب وأن المغرب والله لا آمن بك ولا والو، أمشى لا هو ولا الجزائري بزوج، لا البوليزاريو ولا اللي من أصله من المغرب وتزاد تماك في 75 وما بعد 75، ولا الجزائري اللي من 75 هو يسمع على ان المغرب دوله استعماريه وكل شيء. دونك نو فوكاسي با لا تيت سيل فو بلي، حنا المغاربه ما عملناش على داك الشيء، حنا المغاربه الشعب ديالنا وجهوا لفلسطين، ما وجهوش انه يكون الوليدات على المغرب. راه المغاربه ديالنا لي جون ما حافظينش النشيد الوطني يا صاحبي، وراه النشيد الوطني ما حافظينوش، المدارس الحره هما اللي عارفين النشيد الوطني، المدارس الحره هما اللي كيديروا الاعياد، كيديروا العاشوره وكيديروا عيد المولد وكيديروا عيد الاضحى وعيد الفطر وكيديروا ليله القدر وكيلبسوا الهندام المغربي التقليدي النسوي والرجالي. والله العظيم مدارس حره كيعرفوا التراث المغربي في المدارس ديال الدوله، الاساتذه الله يسمح لهم 20 عام ديال التعليم ولا 30 عام مشات هكذاك، لا مواطنه ولا والو، ما كان غير فلسطين، حتى ما بقاش كتهمهم لا صحراء مغربيه غربيه ولا سبتهم ليليا ولا هاد العدو اللي كيتربص بينا ولا المسيره الكحله، ما عارفينش حتى الطرد ديال المغاربه، 350 الف مغربي تطرد من الجزائر، المغاربه ما عارفينهاش، ما قراوهاش، ما عارفينش انهم تسرق لهم الاموال ديالهم، سرقوا لهم العقارات ديالهم، سرق لهم الذهب ديالهم والحسابات البنكيه والسيارات ديالهم والبهائم ديالهم والكسيبه ديالهم
واللبس ديالهم واغتصبوهم واهانوهم وقسموا عائلات واسر، الام مشات من جهه والاطفال من جهه والاب من جهه، ما قراوهاش. هذه هذه جريمه اقترفها التعليم، وزاره الاعلام، وزاره الثقافه، وزاره الداخليه، اللي ما قراوش اولاد على هذا الشيء وما عارفينش من تكون الجزائر. حنا المهمه ديالنا شنو هي؟ ليس التحريض او شيء من القبيل، حنا المهمه ديالنا هي لو ريفي دو لا كونسيون، استيقاظ واليقظه، ايقاد الحمله التحسيسيه والضمير المغربي على انه خصو يكون على بال، يكون الاقوى في المنطقه. الاقوى باش يكون الاقوى في المنطقه خصو يعمل جاهدا على تكوين نفسه والخروج من الاميه ومن الجهل ومن التبعيه الايديولوجيه الفاسده ومن الظلاميه ومن التطرف، ويدير حرفه ويتعلم مهنه ويكون منتج، يكون عنده دي زابور، يكون بروديكتيف، ما يكونش طاقه سلبيه، طاقه غير منتجه، طاقه مدمره، طاقه يائسه، طاقه متشائمه. بغينا الطاقه الجديده المبتسمه 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 والمتفائله، الطاقه الايجابيه، هذا ما نبحث عليه. اما الشيء الاخر لا يهمنا، حنا ما رحناش هنايا باش نبقاو نكذبوا او نروجوا اكاذيب او مغالطات. حنا ماشي دوله شيوعيه تعتمد على العداء الى دوله جاره، الى دوله ليبراليه ملكيه، ان نقوي بها الوجود ديالي امام الشعب ديالي ونتبازى على العداء بالعداء باش نحافظ على النظام. المغرب لا يحافظ على النظام الملكي بعدائه ضد الجزائريين، بالعكس، هو الملك المغرب دائما كانت يده ممدوده الى الجزائر والى الجزائريين، والجزائر هي التي رفضت واهانت وسبت ونكتت وفعلت ما فعلت بالمغرب وبملك المغرب بدون احترام لا للشعب المغربي ولا لملك المغرب ولا لتاريخ المغرب. الحمد لله ان المغاربه ناضجين وعايقين وفايقين وما دخلوش للعنف. ومالك كون كان ملك واحد اخر مجاوره معي هذه البلاد كون راه الحروب ما توقفش، الحروب ما توقفش، نبقاو عايشين في حروب ليل نهار. ولكن الملك كيعرف انه الحرب ليست مجديه، ان الحرب يمشي منها الضحايا من الطرفين، الغالب والمغلوب، والحرب ليس فيها غالب او مغلوب، بل فيها دمار، فيها دمار يا معلم. سمعت؟ وحنا كندوزوا هذا الميساج، والمغاربه بغيناهم يكونوا اكبر قوميين، اكثر قوميين، اكثر قوميه. القضايا العربيه ماشي مسؤوليه المغرب وحده، هي مسؤوليه العالم كامل. قضيه فلسطين ليست على عاتق المغرب وحده، المغرب له مشاكله، المغرب هو في حرب مفروضه عليه من طرف الجزائر، حرب دعائيه، حرب مغالطات، حرب اكاذيب، وحرب على الواقع. إلا أن المغرب لو لم يكن متفوقا عسكريا ودبلوماسيا للاحظ المغاربة ماذا سيقع له وماذا ستكون وضعيته أمام الجزائريين الذين ينكتون ويطنزون على المغاربة ليل نهار، رغم أنهم لم ينتصروا ولو في موقف واحد. أجبدوا لك العرجاء، العرجاء الهوبارلور قلنا لهم 100 مرة قلنا لهم أن العرجاء راه السلطات ديال فيكيك دائما كانت خارجه هذا النطاق وما مدخلاش العرجاء في الدائره الترابيه ديال فيكيك او دائره اداريه او دائره انتخابيه، كان دائما خارج الدائره ودائما كتقول العائله ديال سليمان انكم هذا الملك واخا ديالكم عليكم ان تعلموا انكم في تراب جزائري تبعا لاتفاقيه ترسيم الحدود. ولكن هما كيبقاو انتكاسات بعد انتكاسات دبلوماسيه ومحقوا حتى فوز حتى انتصار لا معنوي ولا مادي على المغرب، دو وجهوا القضيه للعرجاء، دوخوهم وقالوا لهم فوالا راه حنا خرجنا الجيش الملكي خرجناه بهوبارلور. عاد شتيهم دابا ولا كيقولوا لنا خرجناكم بمكبره الصوت بهوبارلور، الور كو السلطات المغربيه هي التي افرغت المواقع، إلا قالت لهم خرجوا من هذه الأرض راكم في التراب الجزائري وبقوا كيعيقوا علينا هو باش يبردع بوصبع ويبينوا أنه قوي على المغرب. الحمد لله كون كان قوي على المغرب كون خرجنا من واد الذهب اللي خديناها في 79 لو 5 أفريل وجرينا عليهم وبقينا محافظين عليها إلى يومنا هذا. ودابا راه حنا كنبنيو وراه حنا كنوجدوا لو كرون بور
دو لاتلانتيك. اكبر بور دو لاتلانتيك هو لو بور ديال الداخله. الداخله يا وليدي الداخله، راك الداخله اش من خميسات راك الداخله. اضحك اصاحبي شويه حنا غير مقصرين، اضحك اصاحبي واخا هادشي سيريو، خدها خدها اضحك. شوف الجمال ديال الجمال، ها شوف الجمال، شوف الجمال، شوف فين الجمال. هو في المغرب ما كاين والو. شوف المغرب، المغرب علاش الشعب المغربي المواطن المغربي ما كيحش بهذه الحرب وما كيحش بهذه العداوه ديال الجزائر؟ لان المغرب في موقف قوه وفارض الوجود ديالو بالقوه ودائما منتصر عليهم وشاد الامور، شاد بزمار الامور اداريا وعسكريا. لو كان ما كانش شاد زمام الامور كانوا يضحكوا علينا وراهم يطنزوا علينا. وراه مالك محمد السادس الله ينصرو قال لهم اليد ممدوده وننساو الماضي ونعاودوا من جديد ونبنيو مستقبل ولسنا مسؤولين عن الماضي. بقاو عليه الكينيور وعليه كذا ويطنزوا عليه. ايوا خليهم تفجج 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 تفجج، سقي العوينات ديالك، سقي 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 سقي. اضحك 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 اضحك. هذا راه المغرب، هذا راه ماشي ميامي ولا هوليوود ولا كاليفورنيا، اتس موروكو. موروكو ماي فريند موروكو. ايوا سيت اون تيغ ماجيك مون فرير، لو ماروك سيت اون تيغ ماجيك. نو افون ايتي مال شانسو au voisinage. Moi, géographiquement, nous sommes très chanceux parce que nous avons une côte de 3700 km. Nous avons l'Atlantique et la Méditerranée. Nous sommes très, très chanceux. Mais le voisin, là, ce voisin qu'on ne connaît pas, sans identité, sans appartenance, sans histoire, sans patrimoine, c'est un mauvais voisinage. اشنو كيتسناك معاك الى 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 ما حافظتش على الامن ديال بلادك ولا ما حافظتش على الاستقرار ولا ما حافظتش على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ديال بلادك؟ اشنو غادي يوقع لك مع هذه البلاد؟ هذه البلاد باغيين يشتوك يقسموك على اربعه ولا خمسه، هما داروك جمهوريه صحراويه جمهوريه ريحيه. سمعت؟ داك الى قريت ولدك هكذا غادي ما يلومكش، غايقول لك الوالد ديالي راه قال لي وقال لي وقال لي، كيما حنا قراونا والدينا على المواطنه وعلى العالم ديال المغرب، اننا ما يغرونا لا بفلوس ولا بجوائز ولا بوعود ولا حتى شي حاجه. باش هاد المواطنه راه ما جاتناش هكذا، راه الوالدين اللي علمونا هاد الشيء، الله يرحمهم والله يوسع عليهم، محافظين على الروح الوطنيه وربوها فينا وحنا كنربيوها لوليداتنا والاحفاد ديالنا الحمد لله. وهذه امانه، امانه على كل مغربي. المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه كاينه في العالم كامل، الفساد كاين في العالم كامل، الرشوه وما جاور كاين في العالم كامل، ولكن بحسن السلوك وحسن التصرف ديال الفرد الشخص هادشي غادي يحيد بوحدو. ولا كنتي مستسلم الامر الواقع وتانت داخل في المعمعه راه عمرو يحيد هادشي. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. حنا نبدلوا التصرف ديالنا والعمل ديالنا وغادي الله يكمل عينينا بخير. وفين تلقى هذا الامن والامان وتلقى هذه النظافه وتلقى ترى المغرب؟ راه كنقول لك راه بعض المرات راه الفيديو واخا ما نهضرش الفيديو كتهضر، الفيديو كتبين لك لو 21 سيكل فين راه المغرب وفين راه واصل المغرب. المغرب اللي قال لك يقطعوا علينا الضو وغادي يقطعوا علينا الغاز وغادي نطيبوا بالحطب وغادي نضويوا بالشمعة. المغرب منور، شوف منور منور يا الراس المكور، قلب معاه ما ندور باش تكذب عليهم. شوف المغرب كي داير، شوف شتيه. انا هادي هاد الشيء كنوري حتى للعدميين اللي كيدوزوا من هنا وكيغمضوا عينيهم كيحسبوا هاد الشيء طاح من السماء، هاد النقاوه وهاد الاستقرار وهاد الامن وهاد الرفاهيه وهاد الناس اللي كلها لابسه الاناقه والطوموبيل اناقه طايحه من السماء. هذا نتيجه عمل، نتيجة عمل، نتيجة عمل ديال بصح. تلقى البونكارت ها الطوموبيلات ها الإشهار، أما هاد القرودة اللي
حدا الغابه حداك المجهوله، والطوموبيل كيتمنى يتوحموا عليها ما يشوفوهاش. لافوار ديال الماكله المضاربه، ما محل يحل يبيع الحوايج المضاربه والقتيله، الرواح كطيح. محل باغي يبيع البلاغي الرواح كطيح، مول الصبابط الرواح كطيح، مول السراول الرواح كطيح، مول التريكوات مول وتا مول الجلالب والقشاشب ديال العيد الرواح كطيح. المضاربه في المحلات شو، الحمد لله المغرب راه سير اختار مع راسك. الحوانت كيتسناو فيك لي ماكازان على الاشكال، لي بوتيك على الاشكال. الطريق نشوف لا بروبريتي كي دايره.